السلام عليكم، أهلا بكم في مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. درسنا النهاردة الجهاز الدوري. في البداية عايزين نتعرف على وظائف الجهاز الدوري في الإنسان. أول حاجة لقينا إنه بينقل الغذاء المهضوم والمية والأكسجين لخلايا الجسم. تاني حاجة بينقل نواتج احتراق الغذاء لأعضاء الإخراج لطردها خارج الجسم. تالت حاجة بيحافظ على صحة وسلامة جسم الإنسان. في البداية أحب أعرفك بنفسي، أنا قلبك، أنا بحجم قبضة إيدك، أنا أهم عضو في جسمك، لأن القلب هو مضخة الدم، يعني أنا اللي بوصل الدم إلى كل الجسم عن طريق الجهاز الدوري، وهو درسنا النهاردة اللي هتشوف فيه تكويني وطريقة عملي. تعالوا نتكلم عن القلب. أول حاجة القلب هو عضو عضلي أجوف كمثري الشكل في حجم قبضة الإيد تقريبا، يوجد في التجويف الصدري بين الرئتين، يميل قليلا ناحية اليسار. طب وظيفته إيه؟ وظيفته إنه بيقوم بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. اسمح لي ان اخدك في رحلة تشوف فيها تكوين القلب عن قرب. قلب الانسان بيتكون من اربع غرف رئيسية. الغرفة الاولى تسمى الاذين الايمن، والغرفة الثانية تسمى الاذين الايسر، والجزء السفلي فيه البطين الايمن وفيه البطين الايسر. يعني لو اتكلمنا عن تركيب القلب هلاقي ان القلب يتركب من أول حاجة الجانب الأيمن، بيتكون من حجرة علوية هي الأذين الأيمن، وحجرة سفلية هي البطين الأيمن. والجانب الأيسر للقلب بيتكون من حجرة علوية هي الأذين الأيسر، وحجرة سفلية وهي البطين الأيسر. وهنلاقي بين كل أذين وبطين صمام بيفصل بينهم في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر. جايب لي هنا سؤال، علل. يوجد صمام بين كل أذين وبطين، قال لي ليسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من الأذين إلى البطين ولا يسمح بالعكس. تاني سؤال، يفصل بين جانبي القلب بجدار عضلي، ليه؟ قال لي لمنع اختلاط الدم المؤكسج اللي هو الدم المحمل بالأكسجين مع الدم الغير المؤكسج اللي هو الدم المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون. تالت سؤال عندي بيقول لي الجدر العضلية للقلب سميكة، ليه؟ قال لي حتى تعطيه القوة اللازمة لدفع الدم إلى جميع خلايا الجسم. مش احنا عرفنا ان القلب هو مضخة الدم، ومضخة الدم بتضخ لجميع خلايا الجسم، فمحتاجة تبقى جدرها قوية. تعال نتكلم عن تاني مكون من مكونات الجهاز الدوري اللي هو الأوعية الدموية. بيقول لي ان الاوعية الدموية دي هي الطريق اللي بيجري فيه الدم عشان يتحرك داخل جسم الانسان من القلب لخلايا الجسم كلها. طيب قال لي انواعها ايه؟ قلت له شرايين واوردة وشعيرات دموية. تعالوا كده نتكلم عن كل نوع بالتفصيل. اول حاجة عندي الشرايين، هي اوعية دموية جدرها سميكة تنقل الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم، بتتفرع إلى فروع صغيرة بتنتهي بالشعيرات الدموية. وتاني حاجة الأوردة، هي أوعية دموية جدرها متوسطة السمك تنقل الدم من خلايا الجسم إلى القلب، وتبدأ بتجمع الشعيرات الدموية ليعود الدم إلى القلب. تالت حاجة عندي الشعيرات الدموية، دي أصغر الأوعية الدموية جدرها رقيقة تسمح بمرور الغذاء المهضوم والأكسجين من الدم إلى خلايا الجسم، وكمان بتسمح للفضلات بالمرور من خلايا الجسم إلى الدم عشان نخرجها خارج الجسم. تعالوا نتكلم هنا عن وظيفة الشعيرات الدموية. لقينا أن الشعيرات الدموية بتسمح بمرور الغذاء المهضوم والأكسجين من الدم إلى خلايا الجسم. تاني حاجة تسمح بمرور الفضلات من خلايا الجسم إلى الدم لينقلها إلى أعضاء الإخراج للتخلص منها. نتكلم بقى عن ثالث مكون من مكونات الجهاز الدوري
وهو الدم. قال لي دم الإنسان ده بيتكون من 4 مكونات، هي خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، صفائح الدموية، وبلازما الدم. أول حاجة هنتكلم عنها هي خلايا الدم الحمراء. لقينا أن عدد خلايا الدم الحمراء 30 مليون مليون خلية، وهي خلايا ليس بها نواة. طب وظيفتها ايه يا ميس؟ قال لي انها بتكسب الدم اللون الاحمر. ليه؟ لاحتوائها على مادة اسمها مادة الهيموجلوبين. تاني حاجة، تنقل الاكسجين من الرئتين الى خلايا الجسم. تالت حاجة، تنقل ثاني اكسيد الكربون من خلايا الجسم الى الرئتين. تاني حاجة هنتكلم عنها هي خلايا الدم البيضاء. قال لي عددها 35 ألف مليون خلية، وظيفتها تحمي الجسم من الأمراض. قال لي إزاي؟ قلت له بص، بعضها يحيط بالجراثيم ويلتهمها ويقضي عليها، وبعضها يفرز مواد بتقتل الجراثيم عشان تحافظ على الجسم من إيه؟ من الأمراض. نيجي بقى لتالت مكون من مكونات الدم، وهو الصفائح الدموية. قال لي عددها 700 ألف مليون صفيحة دموية، وهي عبارة عن ايه؟ قال لي دي عبارة عن اجزاء صغيرة جدا من الخلايا. وظيفتها ايه يا ميس؟ قال لي انها بتساعد على وقف نسف الدم عندما نصاب بجرح. يعني لما اجي انا وانا بلعب اتصاب بجرح، مش بلاقي حاجة عاملة زي قشرة بتتكون في جسمي. طيب ايه القشرة دي؟ قال لي هي دي الصفائح الدموية، دي بتساعد في تكوين جلطة دموية في مكان حدوث الجرح وتسده وتوقف نزيف الدم. تعالوا نتكلم عن رابع مكون من مكونات الدم، وهو بلازما الدم. قال لي بلازما الدم دي هي الجزء السائل من الدم، بيتكون من المية وتسبح فيه خلايا الدم. طيب حجمه قد ايه؟ قال لي من 5 لـ6 لترات من الماء. وظيفتها ايه يا ميس؟ قلت له بتنقل الغذاء المهضوم الممتص من الأمعاء الدقيقة إلى خلايا الجسم. تاني حاجة، بتنقل الفضلات الإخراجية من خلايا الجسم لإيه؟ لأعضاء الإخراج للتخلص منها. تعالوا نتكلم بقى عن وظائف الدم. قال لي أول حاجة بينقل الغذاء المهضوم والأكسجين والفضلات. تاني حاجة، يدافع عن الجسم ضد الجراثيم. تالت حاجة، يساعد على تكوين الجلطة الدموية ليوقف النزف. رابع حاجة، يحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان عند 37 درجة مئوية. تعال معايا علشان نشوف قلبك بيشتغل إزاي. بيبدأ عمل القلب بإن الرئة بتبعت الدم المحمل بالأكسجين اللي هو الدم المؤكسد إلى الأوردة الرئوية الأربعة على شمال القلب. يدخل الدم إلى الأذين الأيسر، هيمتلئ بالدم، وفي اللحظة دي بيفتح الصمام، فيدخل الدم إلى البطين الأيسر حتى يمتلئ، ثم تنقبض بعدها عضلات البطين الأيسر، هيندفع بعدها الدم إلى الشريان الأورطي، ويضخ الدم في رحلة طويلة في الشرايين اللي بتنتهي بشعيرات دموية صغيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم عشان تغذيها، وبعدين تسحب الشعيرات الدموية الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون اللي هو الدم الغير مؤكسد، وتنقله تاني خلال الأوردة لحد ما يوصل للقلب عن طريق الوريدين الأجوف العلوي والسفلي، ويصب الدم داخل الأذين الأيمن فيمتلئ بالدم، ويضغط على الصمام فيندفع الدم إلى البطين الأيمن حتى يمتلئ بالدم، فتنقبض عضلاته ويندفع الدم الغير مؤكسد إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي. بعد كده هيتنقى الدم داخل الرئتين من ثاني أكسيد الكربون ويحمل بالأكسجين. هنتكلم بقى عن الدورة الدموية. هنعرف إن هي المسار اللي بيسلكه الدم داخل الجسم، وهي نوعين: دورة دموية صغرى اللي هي الرئوية بتتم بين القلب والرئتين فقط، ودورة دموية كبرى دورة جهازية بتمر بأجهزة الجسم تتم بين القلب والجسم ما عدا الرئتين. ضروري بقى نعرف الأمراض التي تصيب الدورة الدموية.
أول حاجة عندي مرض اسمه تصلب الشرايين، دوت مرض تتراكم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين فيضيق تجويفها وتقل مرونتها. تاني مرض فقر الدم، هو مرض يقل فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم أو تقل فيها كمية الهيموجلوبين، ودي مهمة جدا للجسم. تالت حاجة عندي ضغط الدم المرتفع، وهو مرض تكون فيه القوة التي تدفع الدم عبر الشرايين أشد من الوضع الطبيعي، وبيحصل نتيجة تصلب الشرايين. تعالوا بقى نعرف إزاي نحافظ على صحة الجهاز الدوري. أول حاجة مهمة ممارسة الرياضة باستمرار. تاني حاجة تناول وجبات غذائية متوازنة ما نزودش فيها المواد الدهنية حتى لو نصاب بتصلب الشرايين. تالت حاجة عدم التدخين الإيجابي والسلبي. التدخين الإيجابي اللي أنا بدخن بنفسي، لكن السلبي لما أكون قاعدة في مكان فيه مدخنين. وأخيرا سؤال الطلبة المتفوقين، ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ أول حاجة عندما يكون جانب القلب غير مفصولين عن بعضهما. تاني حاجة عدم وجود صفائح دموية في الدم. فكر في السؤال وجاوب. والسلام عليكم ورحمة الله.